المخلوقات تمتلئ بالكاسيات العاريات، الفضائيات، الإنترنت، الانحرافات. نعم، إذا كثر الخبث. يقول لا إله إلا الله: ويل للعرب من شر قد اقترب. حتى الحصار الذي أصاب العراق وأصاب الشام في حديث مسلم. أيها الإخوة الكرام، قد يسأل سائل: هذه الأحداث الخطيرة التي ألمت بالمسلمين في هذه الأيام، هذه الاجتياحات، هذا العدوان، ذاك الاحتلال، هذا القتل المريع، هذا التشريد لآلاف المسلمين، هذا الشيء هل ورد في أحاديث رسول الله؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، قل: لا أعلم الغيب، لكن الله أعلمه بما سيكون. فكل الأحاديث المتعلقة بالفتن تنضوي تحت هذا الباب. في كتاب جامع الأصول من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام باب الفتن، اخترت لكم من هذا الباب بعض الأحاديث. الأول عن زينب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعاً يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت زينب: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أموال من حرام تبيض، الانحراف الخلقي في أوسع صوره، الطرقات تمتلئ بالكاسيات العاريات، الفضائيات، الإنترنت، الانحرافات. نعم، إذا كثر الخبث. وجاء فتى من الأنصار فسلم ثم جلس، فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقاً. قال: فأي المؤمنين أكيس، يعني أعقل وأذكى؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم استعداداً له. ثم سكت الفتى، فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم، وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. ساعة نسمع أنفلونزا الطيور، وساعة أنفلونزا الخنازير، وساعة مرض الإيدز، هذه كلها أمراض لم تكن معروفة من قبل. يعني خلال أسبوع من 200 إصابة إلى 2000 إصابة، ولم ينقص المكيال والميزان. وتعني هذه الكلمات مطلق الغش، قد تغش بالمكيال أو بالوزن أو بالأطوال أو بالمساحات أو بالسعر أو بتغيير الصفات أو بمصدر البضاعة. كأن هاتين الكلمتين تعنيان الغش بكل أنواعه. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، القحط وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء.
ولولا البهائم لم يمطروا. وحينما ينقض عهد الله وعهد رسوله يسلط الله عليهم عدواً يأخذ ما في أيديهم. بحرب الخليج الأولى انتقل من أيدي المسلمين إلى أيدي أعدائهم قريب من 1,000,000,000,000، وفي حرب الخليج الثانية انتقل من أيدي المسلمين إلى أيدي أعدائهم مثل هذا المبلغ. إلا سلط الله عليهم عدواً يأخذ ما في أيديهم، وما لم يحكموا بكتاب الله عز وجل إلا جعل بأسهم بينهم. الدماء تسيل في دول كثيرة بين المسلمين. وعن أبي أمية الشعباني رحمه الله تعالى قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم نقطين شحاً مطاعاً، مادية مقيتة، وهواً متبعاً الجنس، ودنيا مؤسرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، وفي رواية فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلاً يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلاً منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 رجلاً منكم. وفي رواية: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكم تجدون على الخير معواناً ولا يجدون. الدنيا كلها مع الفسق والفجور، ومع الإباحية، ومع أكل الأموال الحرام. حديث آخر: قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم في قوم مرجت، أي فسدت، عهودهم وأماناتهم، وصاروا حسالة كحثالة الشعير؟ إنسان تافه لا يعبأ أن ماله من أين اكتسبه، ولا كيف أنفقه، لا يعبأ بعلاقاته أكانت مشروعة أم محرمة، إنسان تافه ساقط عند الله وعند الناس. كيف أنتم في قوم مرجت عهودهم وأماناتهم، أي فسدت عهودهم وأماناتهم، وصاروا حثالة كحثالة الشعير، وحثالة الناس أرازلهم وأشرارهم. وشبك بين أصابعه وقال: فقالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: اصبروا واصبروا، وخالقوا الناس بخلق حسن، وخالفوهم في أعمالهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة: إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أي رؤوس الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أي رؤوس الجبال ومواقع القطر،
يفر بدينه من الفتن، أخرجه الإمام البخاري. أيها الإخوة، لازلنا في أحاديث الفتن في آخر الزمان. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج في زمن الفتنة، في زمن النساء الكاسيات العاريات، في زمن أكل المال الحرام، في زمن العلاقات الفاسدة. العبادة في الهرج كهجرة إلي. أجر الذي يعبد الله في هذا الزمن الصعب كهجرة إلى الله ورسوله. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: نعم. قال: لا، تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً. الطريق فتنة، والمجلات فتنة، والإنترنت فتنة، والفضائيات فتنة. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأي قلب أشربها تعلق بها. نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً. كنت أقول دائماً: المساحة الرمادية التي كانت قبل 50 عاماً بين الأبيض والأسود تلاشت، الآن أبيض أو أسود، ولي محمدي وإنسان فاسق فاجر. امرأة حافظة لكتاب الله محجبة، وامرأة تمشي في الطريق شبه عارية. حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه. فقيل: ما أسود مرباد؟ قال: شدة البياض في سواد. فما الكوز مجخية؟ قال: الكوز منكوسة، يعني لو وضعت هذا الكأس منكوساً هل يقبل ماءً؟ أبداً. وعن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم. 30 دولة، بأفغانستان 30، بالعراق 30، الحلفاء. يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، 1,500,000,000، ربع سكان الأرض. بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، لا وزن لهم، ليس أمرهم بيدهم،
للطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. أنا أذكر قبل العدوان على العراق الثاني مشت مسيرات في الأرض في كل دول العالم، أقل مسيرة مليون، تشجب هذا العدوان، ووقع العدوان. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أخرجه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72، وتفرقت النصارى مثل ذلك، وسوف تتفرق أمتي على 73 فرقة. أخرجه الترمذي. أخواننا الكرام، دققوا. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، فرق، مذاهب، طوائف. الورقة الرابحة الأولى بيد الطغاة الفتن الطائفية. فرعون موسى عليه السلام الطاغي الكبير وصفه الله عز وجل فقال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم، الآن دققوا، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. الحروب الأهلية أشد من الزلازل، أشد من ثورة البراكين، أشد من الصواعق. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. لذلك الورقة أرجو أن تكون الأخيرة بيد أعدائنا، وما أكثرهم هي الفتن الطائفية، بوعيكم إن شاء الله وحسن فهمكم وإخلاصكم تسقطون هذه الورقة من أيدي أعدائكم بالوعي. الآن غير مسموح أن تطرح قضية خلافية، لأن الغرب وضعنا جميعاً في سلة واحدة، فينبغي أن نقف جميعاً في خندق واحد. آية ثالثة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء يا محمد. أي إنسان يشق صفوف المسلمين يعمل لصالح الشيطان ولصالح أعداء الإسلام. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، أعداؤنا يتعاونون وبينهم 5% قواسم مشتركة، والمسلمون مع الأسف الشديد يقتتلون وبينهم 95% قواسم مشتركة. آية أخرى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون. ما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمناً. أيها الإخوة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون قبلها، شبراً بشبر وذراعاً بذراع. التقليد، يعني البنطال يجب أن يكون مبيض كاحت، يعني هيك رسموا لنا خطة كل شبابنا وكل شاباتنا. أبدا، مصمم الأزياء بفرنسا يتحكم بثياب نسائنا كمسلمين، مرة بيضيق مرة بيقصر مرة. لا تقوم الساعة
حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع. قيل يا رسول الله كفارس والروم، قال من الناس إلا أولئك، أخرجه البخاري. تقليد بكل شيء، بالطعام، بالشراب، بالثياب، باللقاءات، بالاختلاط، يعني لا يفتح مشروع إلا على كسر زجاجة خمر، هيك التقليد هناك. هم بلد إسلامي هكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل. بلا قتل على الهوية، طيب ما له عمل، قتل. ولا يدري المقتول في أي شيء قتل، أخرجه مسلم. من علامات آخر الزمان موت كعقاص الغنم يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام لا، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون أو تتباغضون ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملوهم بعضهم على رقاب بعض، أي تقتتلون. هذا الذي حصل، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها، أخرجه الترمذي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم؟ قالوا يا رسول الله وإن ذلك لكائن. فقال عليه الصلاة والسلام وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا يا رسول الله وإن ذلك لكائن. قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا يا رسول الله وإن ذلك لكائن. قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً. هذا الحديث في تاج الأصول في جامع أحاديث الرسول، وهو من أعلى كتب الحديث. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت يا رسول الله وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. كان العرب في الجاهلية في شر فجاء الإسلام فكانوا في خير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم في شر. طيب بعد الشر من خير؟ قال نعم، لكن هذا الخير الثاني وفيه دخن. قال قلت يا رسول الله وما دخنه؟
قال قوم يستنون بغير سنتي، قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، يعني يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويتكلمون العربية ويقرؤون القرآن، لكن منهجهم في الحياة منهج غربي، في كسب أموالهم، في استثمار أموالهم، في علاقاتهم، في لقاءاتهم، في نشاطاتهم، تعرف منهم وتنكر. بيصلوا جيد، بيصوموا جيد، لكن علاقات ربوية، بيع غير شرعي، شراء غير شرعي. فقلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ هذا الشر الثالث. قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا، يعني عربي مستغرب لا يعبأ بهذا الدين أصلاً، يتحدث عن كل شيء يأتينا من الغرب هو الشيء الكامل، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجه البخاري، كلها أحاديث صحيحة. وعن عبد الرحمن بن عبد ربي كعبة رحمه الله قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون إليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل سهمه، ومنا من هو بعيد عن أصحابه، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتن فيزلق بعضها بعضاً، كل فتنة تقود إلى فتنة ثانية أكبر منها، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر. أيها الإخوة، حتى الحصار الذي أصاب العراق وأصاب الشام في حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه قال يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم؟ قال أبو نضرة قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي؟ قلنا من أين ذلك؟ قال من قبل الروم. أخرجه مسلم. حتى الحصار ورد في صحيح مسلم. آخر شيء، يمكن أكبر مشكلة اجتماعية يعاني منها الدعاة الشقاق الزوجي. تلاقي لطيف مع النساء جميعاً إلا زوجته، زوجته تعاني منه ما تعاني. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس أعظمهم فتنة
أعظم أتباعه عند إبليس، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئاً، ثم يجيء آخر فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويلتزمه ويقول نعم أنت، أخرجه مسلم. يعني أكبر عمل للشيطان أن يفرق بين المرء وأهله، وقد ورد هذا في القرآن الكريم. يعني أكبر عمل للشيطان أن ينهار البيت المسلم، بينهار بالشقاق والعداوة والبغضاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بعبادات متشددون، أما بسوء ظنهم بالآخرين متورطون. شقوا صفوف المسلمين. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، رواه الإمام البخاري. هذا الذي يكفر الناس، يشق صفوف المسلمين، يدعي أنه وحده على حق، هذا إنسان يعمل لصالح الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السلاح فليس منا. الإسلام قوي بأفكاره، لا يحتاج أن تكون الدعوة عن طريق القتل أبداً أبداً. ما فعل هذا نبي مرسل؟ من حمل علينا السلاح، علينا على المسلمين، من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنأخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقبل أن أجلس أقول لكم هذه الحقيقة، هذه كلها أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم عن الفتن في آخر الزمان، فإن لم تنطبق علينا فنحن بألف خير. أنا ذكرت هذه الأحاديث، أما انطباقها على مجتمعنا أو عدم انطباقها الله أعلم. إن لم تنطبق نحن في خير حال، وإذا انطبقت فلا بد من أن نسارع إلى التوبة إلى الله.